مرحبا ويعطيكم العافية. أنا لين المومني حبلش معاكم بشرح الشابتر الثاني من مادة السكند للبايو، واللي هو شابتر 12. شرحت لكم الشابتر الأول زميلتي سيراء، حتكمل الجزء الثاني من هذا الشابتر زميلتي ملاك، وإن شاء الله يكون شابتر سهل ولطيف وتفهموه كتير منيح. شابتر 12 بعنوان الميتوسز، واللي هو الانقسام المتساوي. The key roles of cell division. The ability of organisms to produce more of their own kind best distinguishes living things from non-living method. من احنا صغار كتير بنعرف انه من صفات الكائنات الحية التكاثر، او اللي بيميز الكائنات الحية عن غير الحية هي صفة التكاثر. The continuity of life is based on the reproduction of cells or cell division. يعني استمرارية الحياة، أو عشان الحياة تستمر هذا الإشي بيعتمد على التكاثر أو انقسام الخلية. نقدر نحكي بين قوسين يعني growth اللي هو النمو. In unicellular organisms, division of one cell reproduces the entire organisms. بالكائنات اللي عندها خلية واحدة، انقسامها بيؤدي لإيش؟ بيؤدي لإنتاج كائن حي مباشرة. أما بالمالتي سيلولار يوكاريوتس depend on cell division for development from a fertilized egg growth or repair. المالتي سيلولار يوكاريوتس زي مين؟ زي إحنا البشر. ها إحنا مثال على المالتي سيلولار يوكاريوتس. بنعتمد بالcell division بالانقسام على إيش؟ development from fertilized egg هي بويضة مخصبة، 2 growth اللي هو النمو، 3 اللي هو repair الإصلاح والتجديد. بنعرف إن إحنا بنكون بويضة مخصبة، نضل ننمو 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 لبين ما نصير جنين. وعن الريبير، فور اكزامبل انا ايدي مسكتها، ايش عملت؟ طقيتها. هلا انا لما طقيت ايدي ايش صار؟ حسيت بوجع. لما حسيت بوجع هذا الاشي معناه انه انا في عندي خلايا ماتت. هلا لازم لا ليش؟ لانه هاي الخلايا ساعة ساعتين ورح تتجدد، وهذا هو الريبير. Cell division is an integral part of the cell cycle, the life of a cell from formation to its own division. دورة حياة الخلية جزء منها انقسام الخلية من التكوين لحد الانقسام. في عنا هون صور أمثلة. أول شي هون بنحكي عن asexual reproduction. Asexual reproduction اللي هو التكاثر اللاجنسي. تكاثر اللاجنسي يعني no father no mother no female or male gametes. الصورة الثانية بتحكي عن growth and development اللي هو النمو والتطور، والصورة الثالثة بتحكي عن تجديد الأنسجة. Most cell division results in genetically identical daughter cells. Genetically identical daughter cells. وهاي الكلمة لما نشوفها اللي هي genetically لازم يخطر عبالنا على طول شغلتين كتير مهمات. أول واحدة اللي هي gene، الثانية اللي هي DNA. هلا genetically identical يعني إلهم نفس ال DNA بالضبط بالضبط copy paste، ما بيفرق عن بعض إشي. تمام. في معتقد أو misunderstanding موجود عند الناس لما يحكوا لما يقرأوا daughter cells بيفكروا إنه هاي الخلية بتولد و يعني بتجيب بتحمل وبتجيب. بس اللي بدي أحكيه إنه daughter، حتى لو إنها daughter cells، هي هاي الخلية ناتج هذا الإشي عن انقسام وليس إنه الخلية بتحمل. هلا most cell division results in two daughter cells with identical genetic information DNA. زي ما حكينا إلهم نفس DNA بالضبط copy paste. تذكروا لما حكيت المثال قبل شوي إني طقيت إيدي. هلا لما أنا طقيتها وتوجعت وتجددت خلايا، صارت إيدي اليمين تفرق أو الإيد اللي طقيتها تفرق عن الإيد الثانية؟ لا، هذا الإشي غلط. The exception is meiosis, a special type of division that can produce sperm and egg cells. الفرق الوحيد اللي هو الميوسيس اللي هو الانقسام المنصف. يعني على سبيل المثال احنا كاخوان بنشبه بعض، بس برضو في بيناتنا اختلافات، وهاي هي اهم ميزة للميوسيس اللي هو الفاريشن والتنوع. هلا لما نشوف سبرم اند ايج سيلز على طول بيخطر على بالنا اشي اسمه الجاميتس، ولما نحكي جاميتس يعني سكشوال ريبرودكشن. تمام.
cellular organization of the genetic material. All the DNA in a cell constitutes the cell's genome. يعني كل خلية إلها الجينوم الخاص فيها اللي هو DNA الخاص فيها. A genome can consist of a single DNA molecule common in prokaryotic cells. إذا بنتذكر قبل النيوكلويد اللي كان يسبح بالخلية لحاله. Or a number of DNA molecules يعني أكثر من عدد من DNA موجود بال eukaryotic cells. هلأ DNA molecules in a cell are packaged into chromosomes. لو جينا نسأل سؤال بسيط بنحكي إنه مين اللي بيحمل DNA؟ اللي بيحمل DNA هو الكروموسوم. خلينا نتخيل صف إن قدامنا صف من الكروموسومات. كل حدا منهم ايش بيمثل جين، وكل جين له محله، يعني جين نمبر 1، جين نمبر 2، جين نمبر 3 مش موجودين بطريقة عشوائية. طيب هاي الصورة رح نحكي عنها لقدام، بس انا لو شفت هاي الصورة رح احكي انه هاي الخلية بلشت بدها تنقسم. طيب كيف عرفت انا انه هاي الخلية بلشت بدها تنقسم؟ الكروموسومات هون اصبحت كالتراب تحت الميكروسكوب. إذا بتلاحظوا هون إيش بتصير؟ بتصير short and thick، وهذا الإشي منه أنا بعرف إنه الخلية عم تجهز حالها لحتى تنقسم أو حتى بلشت إنها تنقسم. Eukaryotic chromosomes consist of chromatin, a complex of DNA and protein that condenses during cell division. ببساطة بنقدر نحكي أو نلخص هذا الموضوع بإننا نحكي إنه الكروماتين هو عبارة عن DNA plus protein موجود على الكروموسوم. تمام. Every eukaryotic species has a characteristic number of chromosomes in each cell nucleus. يعني كل حقيقية نواة إلها سمات وإلها عدد كروموسومات بيختلف عن الثاني، وهذا رح ينعكس كمان على كمية الـ DNA اللي موجودة. يعني طبعا لو اجينا سألنا سؤال برضو بسيط وحكينا الانسان كم كروموسوم عنده رح نحكي 46. طيب الفار كم كروموسوم عنده؟ طبعا ما رح يكون 46، احنا ما بنعرف كم، بس ما رح يكون 46. فكل واحد او كل خلية لها عدد كروموسومات بيختلف عن التاني. نيجي هون على موضوع اسمه الصوماتيك سيلز، او بين قوسين نقدر نحكي نون ريبرودكتيف سيلز. الصوماتيك سيلز اللي هم كنا نحكي عنهم زمان الخلايا الجسميه، بمعنى اخر ليست تكاثريه، نون ريبرودكتيف سيلز او مش جاميتات. have two sets of chromosomes. هلا two sets of chromosomes قصدهم فيهم العدد الكامل. ايش يعني العدد الكامل؟ خلينا نحكي على سبيل المثال، لو اجيت برضه وسألت سؤال بسيط وحكيت خلية الجلد كم كروموسوم فيها؟ رح نحكي 46. طيب خلية الشعر كم كروموسوم فيها؟ برضه رح نحكي 46. بينما لو حكيت حيوان منوي رح نحكي 23. طيب لو حكيت بويضة رح نحكي 23. طيب شو السبب؟ السبب لأنه هدول نتجوا عن بواسطة انقسام منصف، وهدول نتجوا بواسطة انقسام متساوي. نيجي كمان هون إيش نعمل؟ بنحكي عن الجاميتس. الجاميتس اللي هم عبارة عن reproductive cells أو sexual cells sperm and eggs have as many chromosomes as somatic cells. يعني برضو بيوضح هذا الإشي المثال إنه هم إلهم نصف عدد كروموسومات الثوماتيك سيلز. يعني برضو بنقدر نعطي مثال تاني، لو أنا كان عندي خلية فيها 2N وعملت لها انقسام منصف راح تعطيني 1N. بينما لو أنا كان عندي خلية فيها 2N وعملت لها انقسام متساوي راح تعطيني بالنهاية 2N، وهذا الفرق بين التنتين. Distribution of chromosomes during eukaryotic cell division. In preparation for cell division, DNA is replicated and the chromosomes condense. يعني دائما أنا قبل ما أجي بدي أنقسم لازم الـ DNA تبعيتي تتضاعف. ليش؟ لأني بدي أنتج خليتين، كل واحدة بدي أأمنها بـ DNA. لو كنت بحكي عن انقسام متساوي الـ DNA
راح تكون exactly the same DNA، فبيطلع عندي إيش؟ بيطلع عندي two identical cells. لما نحكي identical قصدهم هون genetically identical، تمام؟ Each duplicated chromosome has two sister chromatids. إيش يعني؟ يعني على سبيل المثال هلا أنا كروموسوم واحد، هسا صرت duplicated، يعني صرت عبارة عن one chromatid plus one chromatid، فصرت إيش؟ صرت sister chromatids. Joint copies of the original chromosome، يعني نسختين. Attached along their lengths by cohesins. يمكن مصطلح cohesins جديد شوي. Cohesins جاي من كلمة cohesion اللي هي الالتصاق، والcohesins هي عبارة عن group of proteins بتخلي المنطقة اللي بين الكروماتيدز تلتصق أو تلزق. تمام؟ طيب، the centromere is the narrowest of the duplicated chromosome where the two chromatids are most likely attached. هلا عندنا centromere بيحكوا عنه narrowest اللي هو الخصر الضيق، اللي هو المكان اللي بيكون فيه two chromatids closely attached اللي هو بواسطة الكوهيسنس. وهلا لقدام رح نشوف صورة ونفهم أو نشوف شو هو centromere. طيب هاي الصورة عندي two sister chromatids، وهذا هو السنترومير اللي حكينا عنه الخصر الضيق ملتصق بكل one sister chromatid. During cell division the two sister chromatids of each duplicated chromosome separate and move into two nuclei. طيب هون بنحكي انه انا خلال الانقسام already صار لي duplication، تمام؟ فهدول السيستر كروماتيدز بنفصلوا، كل واحدة منهم بتروح على النيوكلياي. طيب يعني بمعنى آخر إنه الخيوط المغزلية هاي بتنكمش، بتجذب معها كروماتيد أو كروموسوم الوليد، وبينتج عنا بنفس عدد الكروموسومات خليتين منفصلتين جداد. When separate the chromatids are called chromosomes، أو للدقة لما ينفصلوا بنقدر نحكي عنهم new chromosomes. طيب عندنا إحنا هاي الرسمة، بداية هاي السنترومير اللي حكينا عنه النارو ويست، هاي اللي فوق اسمها short arm، هاي long arm اللي هي الكروموسوم. بالصورة الثانية صار لها duplication، تمام؟ هاد برضو النارو ويست two sister chromatids، هاي الصورة شفناها قبل شوي، وهنا لما انفصل. لو اجيت سألت سؤال عام وحكيت لك انه هاي الصورة رقم واحد هل هي duplicated؟ طبعا الجواب رح يكون لا، لانه ما في عنا two sister chromatids. طيب لو سألت سؤال تاني انه DNA الموجودة بالصورة رقم واحد هل رح تساوي DNA الموجودة بالصورة رقم ثلاث؟ طبعا، لانهم genetically identical. طيب نيجي بنحكي عن اليوكاريوتيك سيل ديفيجن consists of mitosis the division of the genetic material in the nucleus أو cytokinesis the division of the cytoplasm. يعني حقيقة النواة انقسامها بتكون الميتوسيس والcytokinesis. بداية الميتوسيس تعطيني إيش؟ تعطيني genetically identical، يعني ايش؟ لهم نفس الـ DNA، حكينا عنها قبل شوي. اما cytokinesis فcyto جاي من كلمة cytoplasm، kinesis يعني division، فهي the division of cytoplasm. Gametes are produced by a variation of cell division called meiosis. Gametes اللي كنا نسميه انقسام منصف، الانقسام المنصف الاختزالي. ليش؟ لأنه كان بيختزل عدد الكروموسومات للنصف. الميوسز إيش بتعطيني؟ بتعطيني non-identical daughter cells أو بتعطيني half the parent cell. يعني زي ما حكيت مثال قبل إنه 2N، لو أنا كان عندي خلية فيها 2N بالمنصف راح تعطيني 1N 1N، أما بالمتساوي راح تعطيني 2N. Meiosis yields non-identical daughter cells that have as many chromosomes as the parent cell. Uh,
The mitotic phase alternates with interphase in the cycle cell. In 1882, the German anatomist Walther Fleming developed dyes to observe chromosomes during mitosis and cytokinesis. طيب احنا عندنا هون شو بنحكي؟ The mitotic phase alternates, يتبادل مع الانترفيز in the cell cycle, او بنقدر نحكي انه cell cycle بتساوي الانترفيز زائد الميتوتيك فيز اللي هو الانترفيز الطور البيني, والميتوتيك فيز اللي هو طور الانقسام. هلا هذا فليمينج ايش ديفلوب دايز. كلمة دايز مش اول مرة بنسمعها. دايز اللي هي stains, اللي هي نفسها labeling اللي كنا نحكي عنها بشابتر 7, اللي هي كانت وظيفتها enhancing the contrast. فايش عملوا هون؟ اللي عملوه انهم صبغوا الكروموسومات فقدروا يشوفوهم بالعين المجردة تحت الميكروسكوب. هلا ننتقل للفيسز of the cell cycle. The cell cycle consists of mitotic phase اللي هو مكون من mitosis and cytokinesis, والinterphase اللي هي مسؤولة عن cell growth, والcopying of chromosomes يعني DNA duplication for cell division. الانترفيز أو الطور البيني اللي هو بيكون 90% of the cell cycle can be divided into three phases. أول فيز اللي هو G1 phase اسمه first gap, gap يعني فجوة. S phase اللي هو synthesis, والG2 phase اللي هو second gap. هلأ the cell grows during all three phases but chromosomes are duplicated only during the S phase. يعني الخلية بتنمو بهدول الثلاث phases but chromosomes يعني الكروموسومز are duplicated بيتضاعفوا بس بال S phase. وهاي الصورة توضيحية زي ما حكينا الانترفيز اللي هو بيكون 90% من السيل سايكل. عندنا هون الجي 1 اللي هي تقريبا مساوية للجي 2, بس الجي 2 فيها cytokinesis والميتوسيس, وهاي الاس يعني, وبالاخير تنقسم لخليتين منفصلتين. Mitosis is conventionally broken down into 5 stages. Prophase اللي هو الطور التمهيدي, Prometaphase اللي هو الطور التمهيدي الاستوائي, Metaphase اللي هو الطور الاستوائي, Anaphase اللي هو الطور الانفصالي, وTelophase اللي هو الطور النهائي. هلا رح نحكي عنهم بالتفصيل. بنبلش هون أول إشي بالجي 2 of interphase, يعني هون هي هاي آخر مرحلة من مراحل الطور البيني. لو جيت سألت سؤال وحكيت هاي الخلية animal cell ولا plant cell, دغري بنعرف إنه هاي خلية animal cell. ليش؟ لأنه فيها centrosome, بعرف إنها centriole كمان, pairs of centriole اللي هم 9+0. هلا مجرد انا ما اخذت الاوكي من هاي الخليه انه انا جاهزه اني انقسم, ننتقل لمرحله البروفيز. البروفيز بنلاحظ هون انه السنتريول ايش صار فيهم, اتوجهوا نحو اقطاب الخليه وصار يطلع منهم خيوط اللي هم بسموهم الايرلي ميتوتيك سبيندل, اللي هم مكونين من ايش؟ مكونين من مايكروتوبيولز اللي اخذناهم قبل وحكينا انه وظيفتهم هي عبارة عن الموفمنت اوف كروموسومز during cell division. طيب هون بحكي لي في عندي two sister chromatids, طب من وين جابوهم؟ جابوهم من الدوبليكيشن اوف DNA اللي صارت بالS phase, كونت لي two sister chromatids ولازم يكونوا duplicated. بننتقل هلأ للبروميتافيز. بالبروميتافيز الكروموسومات ايش صار فيها؟ بلشت تتجه نحو وسط الخلية, وعشان هيك اسمه تمهيدي استوائي. واشي واحد نسيت احكي انه اذا لاحظنا هون انه احنا الكروموسومات بنشوفها بس مستحيل نقدر نعدها, بينما هون الكروموسومات قادرة اشوفها وقادرة اعدها. طيب نيجي هون وبنحكي عن الميتافيز. بالميتافيز اللي بلاحظه انه في عنا اشي زي المسطرة اسمه الميتافيز
plate اللي هو عبارة عن الصفيحة الاستوائية، هو عبارة عن imaginary axis or line، بيكونوا في all chromosomes are lined up in the middle of the cell. يعني إذا شفنا كروموسومات مصفوفين جنب بعض in the middle of the cell، دغري بنعرف إنه إحنا وين بالميتافيز. تمام؟ طيب لو إجيت سألت سؤال هون وحكيت إحنا كم كروموسوم عنا؟ ما حدا يحكي عنا 12 كروموسوم، إحنا عنا 6 كروموسوم وعنا 12 كروماتيد، 6 كروموسومز و 12 كروماتيد، ما حدا يتلخبط. ننتقل هلأ للأنافيز اللي حكينا عنها قبل شوي، اللي هي عبارة عن الطور الانفصالي، هي الخطوط المغزلية. إيش بصير؟ هاي بتنكمش الخيوط المغزلية على قطبي الخلية، تجذب معها كروماتيد نحو كل قطب. هذا الكروماتيد رح يكون اسمه نيو كروموسوم، ورح يكونوا ايش؟ رح يكونوا genetically identical. هلأ بعد الأنافيز بنكون وصلنا لمرحلة التليفيز والسايتوكينيسيس. هلأ هون شو بيصير؟ بتبلش تتجه الأقطاب بتبلش الكروموسومات تتجه نحو الأقطاب، وبصير تخصر بالسايتوبلازم عشان ينتج عنا two individual cells each one of them has the same number of chromosomes as the mother or parent cell. يعني إحنا هون إيش بصير عنا؟ تخصر بالسايتوبلازم عشان ينتج لنا خليتين تلتين منفصلات، كل واحدة فيهم ننتقل هلأ لنحكي عن إشي اسمه the mitotic spindle. الميتوتيك سبندل هو عبارة عن the mitotic spindle is a structure made of microtubules that controls chromosome movement during mitosis. ميتوتيك سبندل اللي هم الخيوط المغزلية اللي أصلا هم مكونين من الميكروتوبيولز، الميكروتوبيولز اللي هي أصلا عبارة عن tubulin زائد protein. In animal cells, assembly of spindle microtubules begins in the centrosome, the microtubule organizing center. يعني بالخلية الحيوانية بيكون تجميع الميكروتوبيولز بيبدأ بالسنتروسوم واللي هو الorganizing center. The centrosome replicates during interphase, forming two centrosomes that migrate to opposite ends of the cell during prophase and prometaphase. هلا شو بصير؟ التطور البيني بيتضاعف. ليه؟ على سبيل المثال واحد منهم بيصير على القطب اليمين والثاني بيصير على القطب اللي بيقابله، يعني بمعنى آخر إنه بيهاجروا للأطراف المعاكسة. ننتقل هلا نحكي عن إشي تاني اللي هو الأستر. الأستر هو a radial array of short microtubules extends from each chromosome. نقدر نرجع لورا هلا ونشوف الأستر. شايفين الأستر؟ هذا هو الأستر واللي هو عبارة عن خيوط مشعة أو بيحكوا له نجيم. الاسبندل بتكون من ثلاث أشياء، بتكون من السنتروسوم، من الاسبندل مايكروتوبيول، ومن الأسترز. وهذا سؤال مهم. طيب During prometaphase, some spindle microtubules attach the kinetic core of chromosomes and begin to move the chromosome. يعني هون بهاي المرحلة بلشوا يتحركوا نحو وسط الخلية. إيش بصير؟ هاي خلال الطور اللي هو ما قبل الاستوائي، بعض هاي الخيوط المغزلية ترتبط مع بعض بالكينيتيك كور، وبسموها كينيتيك كور مايكروتوبيولز. هلا شو هو الكينيتيك كور؟ الكينيتيك كور هو عبارة عن مجموعة بروتينات من منطقة السنترومير، اللي هي are protein complexes associated with centromeres. هلا بنحكي at metaphase the chromosomes are lined up at the metaphase plate, a plane midway between the spindle's two poles. نتذكر انه حكينا عن الميتافيز وشفنا الميتافيز بليت اللي هو حكينا عنه imaginary axis or line لما الكروموسومات كلهم بيكونوا بالوسط، وهلا لقدام رح نشوفهم. هلا لو اجيت سألت سؤال وحكيت هاي الصورة موجودة بأي فيز، أي حدا فينا رح يعرف إنه هاي هي عبارة عن الميتافيز. ليش؟ لأنه all chromosomes are lined up in the middle of the cell.
زي ما حكينا قبل شوي. In anaphase, the cohesins are cleaved by an enzyme called separase. إيش بصير؟ بالطور الانفصالي بيبدأ فجأة بينقطع الرابط بين الكوهيسنز بواسطة إنزيم اسمه السبريز، بصير يفصل وياخد كل كروماتيد لجهة. أول ما ينفصلوا زي ما حكيت الكروماتيد، كل واحد منهم راح يصير كروموسوم مستقل، وكل كروموسوم راح يروح على قطب. Sister chromatids separate and move along the kinetic or microtubules toward opposite ends of the cell. The microtubules shorten by depolymerizing at their kinetic or ends. Depolymerizing نعرف إنه هي عبارة عن عملية hydrolysis. Results of a clever experiment suggest that motor proteins on kinetochores walk the chromosomes along the microtubules during anaphase. The depolymerization of the microtubules at the kinetochore ends occur after the motor proteins have passed. This is called the Bachmann mechanism. يعني بيحكوا إنه نتائج تجربة صمموها بذكاء اقترحت إنه البروتينات الحركية بتساعد الكروموسومات على الحركة أو المشي على طول الميكروتوبولز اللي رح يصير لها أصلا تكسير، يعني depolymerization يعني hydrolysis. آخر شيء لما تكون البروتينات الحركية أصلا مرت، وهاي الميكانيزم اسمها الباكمان ميكانيزم. هون بيحكينا إنه non-kinetochore microtubules from opposite poles overlap and push against each other elongating the cell. يعني إنه هاي الأنابيب تتداخل مع بعضها البعض وبتسبب استطالة للخلية. At the end of anaphase, duplicate groups of chromosomes have arrived at opposite ends of the elongated cell. إيش بصير عنا؟ بنهاية الطور الانفصالي الكروموسومات اللي تضاعفت رح تنفصل ورح توصل الأقطاب ورح يصير في استطالة للخلية. السيتوكينيسيس بتبلش بالأنافيز أو التيلوفيز وبصير في دي أسمبليشن للسبندل. سيتوكينيسيس بالخلية الحيوانية، السيتوكينيسيس بالخلايا الحيوانية تتم عن طريق عملية اسمها الكليفج. In animal cells, cytokinesis occurs by a process known as cleavage, forming a cleavage furrow. أما بالplant cells, a cell plate forms during cytokinesis. زي ما حكينا إن السيتوكينيسيس بالخلايا الحيوانية تتم عن طريق عملية تعرف بال cleavage، بتكون إشي اسمه cleavage furrow. أما بالplant cells فبتكون لنا إشي اسمه cell plate، وهلا لقدام رح نشوفهم. تمام، هلا أول علامة لأنه إحنا صار لظهور هاي العملية هو cleavage furrow زي ما حكينا، اللي هو هاد هو عبارة عن تجويف سطحي موجود بالقرب من الميتافيز plate. أما زي ما حكينا بال خلايا النباتية بصير عنا cell plate. وهيك احنا بنكون خلصنا اول جزء من chapter 12. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ويعطيكم الف عافية.